ترأس محافظ البنك المركزي حسن عبد الله الجلسة العامة لمجلسي محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي. تأتي الجلسة ضمن الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة ما بين 10 إلى 16 من أكتوبر الجاري. وشارك بالجلسة رئيس مجموعة البنك الدولي والمدير العام لصندوق النقد وبحضور ما يزيد عن 3000 مسؤول يمثلون محافظي البنوك المركزية ووزراء وممثلي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وكبار الخبراء الاقتصاديين بالعالم. ودعا محافظ البنك المركزي حسن عبد الله خلال ترأسه للجلسة إلى بذل مزيد من الجهود لمعالجة مواطن الضعف المتزايدة والمتعلقة بالديون التي تؤثر على الأسواق الناشئة والبلدان النامية. وثمن محافظ البنك المركزي التحركات السريعة للبنك الدولي وصندوق النقد لدعم الاقتصاد العالمي في أزمة كورونا، داعيا إلى الاستمرار في تقديم هذا الدعم بما في ذلك للبلدان ذات الدخل المتوسط. كما أكد محافظ البنك المركزي أن تداعيات الحرب في أوكرانيا ووباء كورونا يؤثران بشكل كبير على التوقعات الاقتصادية العالمية وسبل العيش بجانب خلق ظروف صعبة لصانعي السياسات. وأضاف محافظ البنك المركزي خلال كلمته الافتتاحية بالجلسة العامة للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد والتي تولى رئاستها أن معدلات التضخم سجلت أعلى مستوياتها منذ عدة عقود مع انعدام الأمن الغذائي والطاقة واضطرابات سلاسل التوريد المتزايدة ومواطن الضعف المتعلقة بالديون. وأشار محافظ البنك المركزي إلى مواجهة الدول الناشئة تحديات إنمائية هائلة مع عدم كفاية التمويل. وفي أسواق المعادن النفيسة ارتفعت أسعار الذهب اليوم مدعومة بتراجع الدولار وعوائد الخزانة الأمريكية، غير أن التوقعات المتزايدة برفع كبير آخر في أسعار الفائدة الأمريكية أبقت المعدن النفيس في طريقه لتسجيل انخفاض أسبوعي. وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1670 دولار للأوقية. محليا سجل الذهب عيار 18.960 جنيه، أما عيار 21 فسجل 1120، عيار 24 سجل 1280، أما الجنيه الذهب فسجل 8960 جنيها. انتعشت الأسهم اليابانية مدعومة بالأداء القوي لعدد من شركاتها، في حين بدأ المستثمرون تجاهل بيانات التضخم الأمريكية المتكررة. وصعد المؤشر نيكي 3.25%، وهو أكبر مكسب يومي بالنسبة المئوية منذ مارس الماضي. وتجاوز مؤشر نيكي حاجز 27,000 نقطة للمرة الأولى في أسبوع بعد 4 جلسات متتالية من الخسائر. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.35%. سريعا انتهت الأخبار الاقتصادية، مرة أخرى نعود إلى رهام ديب وهبة حسين. أشكرك ياسر.